بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن عمليات الشراء والبيع من بداية الصفقة حتى سداد، وخاصة العمليات التي على الحساب أو بسموها العمليات الآجلة، سميها العمليات الآجلة أو العمليات التي على الحساب. تعالوا مع بعض نأخذ مجموعة من الأمثلة، ومن الأمثلة يتضح البيان إن شاء الله. المثال الأول، حنفترض أنه في واحد تم شراء بضاعة بقيمة 2000 دينار من شركة الرحمة على الحساب. الآن الحدث المالي بدنا نحلله، تم شراء بضاعة اللي هي مشتريات. الآن على الحساب مباشرة يقصد بها دين، يقصد بها إنه الحدث دين. طيب الآن كيف بدي أتعامل مع الموضوع؟ بكل سهولة باجي بقول تم شراء بضاعة مشتريات، والمشتريات حسب القاعدة مدينة أو مدينة سيئة مدينة. طيب نيجي الآن على الطرف الثاني مباشرة، مدام المشتريات مدين يبقى الطرف الثاني حيكون دائن، حيكون دائن. طيب جيد، الآن لو ضفت له واو ونون بصير دائن، بصير دائن. طبعا الآن الدائنون اللي هم شركة الرحمة. يبقى عندنا لو مشتريات مدينة، وعندنا دائنون شركة الرحمة، وطبعا لازم تكون ايش؟ دائن، لازم تكون دائن. تعالوا مع بعض نكتب القيد الخاص بهذا الحدث المالي اللي هو من حساب، طبعا نبدأ بالمدينة كما اتفقنا مسبقا، من حساب المشتريات إلى حساب الدائنون شركة اللي هو الرحمة، ويحط القيمة 2000 دينار. الآن ترتب على هذا الحدث اللي هو امتلاك بضاعة اللي هي المشتريات، وصار في عندنا التزام على الشركة بمقدار 2000 دينار. صار في عندي امتلاك بضاعة اللي هي عبارة عن مال، وصار في عندنا التزام بسداد مال، التزام بسداد مال. يبقى العملية المالية الطرفين عبارة عن مال والتزام بسداد مال. طيب الآن مثلا في 5-1 تم تسديد المستحق أو القيمة المستحقة إلى شركة الرحمة، تمام، إلى شركة الرحمة نقد. يبقى الآن بعد 5 أيام أصبح في هناك اللي هو عملية سداد للدين أو قيمة البضاعة المشترى بالدين. تعالوا مع بعض نيجي نقول تم تسديد المستحق. طبعا حرف الإله هنا حرف جر، هنتجاوزه، هنيجي نقول تم تسديد المستحق إلى مين؟ شركة الرحمة. عملية السداد تمت نقدا، نقدا صندوق. طيب شركة الرحمة، شركة الرحمة لو أنا تبعت الحدث الأساسي هلاقي إنه العلاقة بينه وبين شركة الرحمة اسمها علاقة دائنون الرحمة، دائنون الرحمة. طيب الآن صار في عندي دائنون الرحمة، وصار في عندي الصندوق. الآن مين المدين ومين الدائن؟ احنا شرط أساسي لتسجيل العملية المالية بشكل صحيح لابد أن يتم تحديد الطرف المدين والطرف الدائن بصورة سليمة أو بصورة صحيحة. طيب الآن نيجي للصندوق، الصندوق أخذ ولا أعطى؟ حدث بقول لك تم تسديد يعني سددنا إلى شركة الرحمة، سددنا، تم سددنا لشركة الرحمة. طيب إذا سددنا لشركة الرحمة سددناها من وين؟ سددناها من الصندوق.
يبقى يا سيد يا صندوق انت اعطيت، يبقى الصندوق اعطى، وقلنا الصندوق اذا اعطى بيكون دائم. اذا الصندوق اعطى بيكون دائم، يبقى اصبح الدائمون مدين. الله، هذه فكره البديل، انه الدائمون عند السداد تنتقل الى طرف المدين للتخلص منه. انه خلاص انا بدي اتخلص من الدين، انا اشتريت بضاعه من السيد مثلا محمد، الان اجى موعد السداد، انا مجرد بعطي السيد محمد فلوسه وتنتهي علاقته معاه. يبقى الدائنون تظهر في الطرف الدائن، دائنون دائن، تظهر في الطرف الدائن عند اللي هو ايه؟ عند اتمام الصفقه. الان عند السداد الدائنون بتظهر في الطرف المدين. جيد؟ طب تعالوا نكتب القيد اللي هو من حساب الدائنون الرحمة إلى حساب الصندوق. طبعا القيمة معروفة مسبقا 2000. بكل سهولة بكل بساطة صار في عندي التزام اللي هو جراء عملية شراء، بعد ذلك هذا الالتزام تم سداده. يبقى الآن لو سألني واحد وقال لي قديش قيمة الديون المترتبة على شركتي أو على محلاتي اللي هو باتجاه شركة الرحمة، بقول له الدين أصبح صفر، لأنه أنا اشتريت منهم بضاعة ب 2000 دولار دين، ثم بعد ذلك سددتهم قيمة الديون. طيب ناخذ مثال آخر، بس على مين؟ على المبيعات. ناخذ مثال آخر على المبيعات. طبعا الموضوع سهل بسيط جدا. الآن أنا بعت البضاعة، لو جينا قلنا مثلا بتاريخ 6/1 تم بيع بضاعة إلى محلات الهدى قيمة 3000 دينار على الحساب. تعامل مع هذا الحد. تم بيع بضاعة معروفة، تم بيع بضاعة مبيعات، جيد، وعلى الحساب دين، بس بكتب كلمة دين. الآن هنيجي مع بعض نقول المبيعات دائم. أنا قاعدة باجي على الطرف الثاني بقول له يبقى الطرف الثاني حيكون ايش؟ مدين، وضف لها واو ونون بصير مدينون اللي هو ايه؟ محلات الهدى. يبقى اصبح اطراف العملية المبيعات وهي دائم، والطرف الثاني مدينون وهي مدين. مدينون وهي بكل سهولة بكل بساطة. تعال مع بعض نعمل القيد اللي هو من حساب المدينون. طبعا احنا بنبدأ بالمدين، اتفقنا مرة ومرتين وثلاثة انه انا لازم ابدأ بالمدين. المدينون الهدى الى حساب المبيعات، والقيمة 3000. طيب الان انا بعت البضاعة لمحلات الهدى دين، اصبح انا بدي من محلات الهدى، انا امداين محلات الهدى. مهمة جدا، انا او شركتي او محلاتي او معرضي امداين محلات الهدى اللي هم مدينون. طيب نيجي مع بعض اللي هو في 10/1، ها قامت محلات الهدى بتسديد المستحق عليها نقد. محلات الهدى سددت المستحق عليها نقد. لا نيجي نقول هاي في عندنا محلات الهدى وعندنا اللي هو ايه؟ الصندوق. عندنا محلات الهدى
وعندنا الصندوق. بكل بساطة طبعا النقدة اللي احنا عارفينها اللي هي الصندوق. ونيجي لمحلات الهدى. محلات الهدى ارجع للحدث الاصلي او للصفقة الاصلية. هنلاقي محلات الهدى ايش اسمها؟ هي مدينون الهدى. يبقى عندي مدينون الهدى وعندي الصندوق. طيب تعال نتكلم عن الصندوق، بدنا نشوف الصندوق اخذ ولا عطى. احنا بعنا بضاعة لمحلات الهدى. اليوم محلات الهدى بتسدد لنا الفلوس او بتسدد لنا الاموال. يبقى الصندوق تاعي اخذ. يبقى ايه؟ اخذ. يبقى عيد مرة تانية عشان تركزوا معايا. يبقى انا بعت بضاعة. انا اليوم كصاحب شركة او كصاحب مشروع بعت بضاعة دي. بعد 5 ايام او 6 ايام المستدين، خلينا نسميها المدين، اجى واعطاني قيمة الدين. بقول له والله لو سمحت اعطيني الفلوس. هذا وين اودعها؟ في صندوقي، حطها في صندوقي. يبقى صندوقي اخذ. اذا اخذ بيكون ايه؟ بيكون مدين. اذا الصندوق مدين يبقى الطالب الاخر حيكون دائن. انظر الى المدينون. المدينون في الحدث الرئيسي، الحدث الرئيسي كانت مدين ولا دائن؟ كانت مدين. عند التحصيل او عند السداد تصبح دائن. تعالوا نكتب القيد. نبدا طبعا بالمدين، من حساب الصندوق الى حساب المدينون الهدى. طبعا القيمه مسبقا احنا بنعرفها 3000. طيب بنكون اتعلمنا اللي هو موضوع السداد. ناخذ مثال اخر برضه لتاكيد الفكره، لتاكيد الفكره. ناخذ مثال اخر. هنيجي نقول تم في 20/1 تم بيع بضاعة إلى محلات الكرامة بقيمة 7000 دينار على الحساب. الآن في 30/1 سدد محلات الكرامة المستحق عليها مناصب نقدا وابشر. جيد، تعالوا مع بعض نعالج مثل هذه الحالة. حالة بسيطة جدا، موضوع سهل. هنيجي مع بعض نقول تم بيع بضاعة اللي هو مبيعات، والمبيعات هتأخذ صفة الدائن او من الحسابات الدائن. يبقى على الحساب لو اتفقنا انها دين، ما دام دين نيجي نطلع على الطرف الاول. الطرف الاول طلع دائن، يبقى هذا حطلع اللي هو ايه؟ مدين. نضيف لها واو نون بتصير مدينون محلات الكرامه. مدينون محلات الكرامه، وطبعا ما دام مدينون هتكون مدين لانه هنا دائن يبقى هنا مدين. تعالوا مع بعض نكتب القيد. هبدا بمين؟ هبدا بالطرف المدين. مين الطرف المدين عندي؟ اللي هو المدينون. من حساب المدينون الرحمة إلى حساب المبيع. والقيمة 7000. وهي 7000. طيب نيجي للسداد. قال لك سددت محلات الكرامة. طبعا علاقة محلات الكرامة كيف هتعرف عليها؟ من خلال الحدث الأصلي أو الأساسي. بروح على الحدث الأساسي بلاقي إنه علاقة محلات الكرامة علاقة المديونين. فبقول له مديون الكرامة. أنا بالمناسبة مدينهم. علاقة مديونية أنا مدين. يبقى مدينون الكرامة. طيب سدد محلات الكرامة مستحق عليها مناصب نقدا وامشي. اللي هو صندوق
وبنك. طبعا هدول التنين ماشي حيكون اخذوا، والذي ياخذ بيكون ايه؟ مدين. يبقى المدينون حتصبح دائن، او حنقولها على الطرف الدائن. بكل سهوله حبدا بالمدين، بروح بقول له من. هذه مهمه جدا. الان انا في عندي حسابين، والحسابين اجوا في الطرف المدين، كيف حتعامل معهم؟ بروح بقول من مذكورين. حساب الصندوق، حساب البنك، انظر الاثنين اجوا في الطرف المدين، الى حساب المدينون الكرم. طب نيجي للقيم. الدين اصله 7000 دينار، وهذا حيكون 3500. يبقى مثال بسيط وسهل جدا. كل المطلوب منا ان نكرر مره اخرى في دفاترنا، وان شاء الله حتكون الفائده سهله جدا وعامه. الآن في عندنا شكل آخر من أشكال السداد، اللي هو الاقتراض. الآن ممكن الشركة لأسباب معينة تحتاج مبلغ قرض. فمثلاً لو افترضنا أن شركتي بحاجة إلى 10000 دينار قرض، لو رحت قلت مثلاً في 2-2 تم اقتراض مبلغ 10000 دينار من البنك العربي. تم اقتراض مبلغ 10000 دينار من البنك العربي، وأودع المبلغ في الصندوق. بالمعنى الشركة بتمر بأزمة سيولة معينة، أو بحاجة إلى سيولة لتغطية نشاط معين، السيولة غير متوفرة، لجأنا لأحد البنوك المحلية وأخذنا منها قرض. قرض يعني قروض. القرض هذا أخذناه من البنك وأودعناه في الصندوق لحين اللي هو استخدامه أو الاستفادة منه، والمبلغ أودع وين؟ في الصندوق. الآن في عندي طرفين، في عندي قروض أو قرض البنك العربي، ممكن تسميها بهذه التسمية مقبولة، أو ممكن تسميها قروض، وبين قوسين اللي هو قروض اللي هو البنك العربي، وعندنا الصندوق. الآن مين المدين ومين الدائن؟ أمامك خيارين، الخيار الأول بدك تشوف الصندوق أخذ ولا أعطى. أخذ أم أعطى؟ طبعاً بكل سهولة، بكل سهولة أنا اقترضت من البنك وأودعت المبلغ في الصندوق، أودعت المبلغ وين؟ في الصندوق. يبقى الصندوق أخذ، وإذا أخذ بيكون مدين، يبقى القرض مباشر حيكون دائن. هذه طريقة، وطريقة مقبولة علميا وصحيحة 100%. الطريقة الأخرى باجي بشوف القرض، القرض إيش تصنيفه؟ حاول تتذكر معي، القرض تصنيفه خصوم، والخصوم بطبيعتها إيش؟ دائن. تمام؟ ما دام الخصوم دائن او القرض دائن، يبقى الصندوق حيكون مدين. حنكتب القيد اللي هو من حساب الصندوق الى حساب القروض، هي 10000. طيب خليك معايا على نفس الحاجه. لو قال لك تم اقتراض مبلغ 10000 دينار من البنك العربي واودع المبلغ هنا، ما قالكش في الصندوق، قال لك في الحساب الجاري للشركة. ايش الكريتيريا؟ أنا رحت على البنك العربي، البنك اللي أنا بتعامل معاه وحساباتي عنده، اقترضت منه مبلغ من دائرة القروض في الطابق الأول، أو في الطابق الثاني. الآن إدارة البنك أعطتني القرض. رحت شو عملت؟ أخذت القرض نفسه وحطيته في البنك. بس حطيته وين؟ في حسابي. يبقى هنا بصير في عندي قروض، وبصير عندي بنك او جاري البنك. بالمناسبه احنا دائما نستخدم مصطلح بنك، ولكن هو المصطلح العلمي الدقيق جاري البنك. يبقى اصبح في عندي قروض
أصبح في عندي بنك. طيب القرض دائم يبقى البنك مدين، نفس القصة هيكون القيد من حساب البنك إلى حساب القرض. هاي حلينا اللي هو المثال بطريقتي، مرة تم اقتراض المبلغ وودع في الصندوق خلاص انتهى، ومرة اقتراض المبلغ وودع في الحساب الجاري اللي هو القيد. طيب تعالوا مع بعض ناخذ السداد. أنا متفق مع البنك إني أسدد قيمة القرض بعد 4 شهور. هاي 2/6 تم تسديد القرض المستحق إلى البنك العربي نقد. تمام؟ بعد 4 شهور كان استحقاق القرض، رحت على صندوقي، هاي صندوقي، أخذت منه 10,000 دينار وسددت فيهن اللي هو إيه؟ القرض. هاي قروض. الآن يا سيد هنشوف الصندوق أخذ ولا أعطى. بكل سهولة أنا بسدد قاعد، يبقى الصندوق أعطى، يبقى الصندوق حيكون دائم، يبقى القرض حيكون إيه؟ مدين. وهذا ليش؟ الفكرة اللي إحنا حنوصلها، إنه القرض عند اللي هو الحصول عليه بيكون دائم، عند سداده يصبح مدين. طبعا هذه فكرة بسيطة جدا، ان الخصوم لها قاعدة هعلمكم اياها ضمن قواعد اللي هو كيف احدد المدين والدائم بطريقة علمية، مش بطريقة اللي هو ايه، طريقة الافكار اللي احنا حابين الطالب يحفظها بس، هذه كلها بنعتبرها افكار حفظ، لكن في طريقة علمية هنتعلمها وهتكون سهلة جدا في اطار كيف احدد القرض مرة دائم ومرة مدين. لكن انا بكل سهولة الان عند انشاء القرض، القرض خصوم هو دائم، عند السداد يصبح مدين، وعند الصندوق دائم، بكل سهولة بروح اقول له من حساب القروض او القرض زي ما بدك الى حساب الصندوق، يبقى القيمة عندي برجع لاصل القيد او لاصل الدين 10,000. وهيك نكون أنهينا موضوع السداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.